بدي اشكر كل المستمعين يلي عم يتصلوا فينا عبر الواتساب على اذاعه جبل لبنان. اذا مش عم لحق جاوب على كل اسئلتكم بعتذر، لانه هندسه الصوت والبرمجه وتقديم البرنامج كله بنفس الوقت بياخذ شوي من وقتي. وهلا صار موعدنا مع اول لقاء لليوم على نزولا عند رغبه مستمعينا الاعزاء يلي حبوها وانغرموا فيها للشيف سهى. رجعنا عزمنا الشيف سهى على اذاعه جبل لبنان وبرنامج صدى الاغتراب. اهلا وسهلا فيك شيف سهى. هاي باتشي، كيفك اليوم؟ انا بشكرك كثير على هالدعوه لكون معك اليوم ببرنامج صدى الاغتراب. هالبرنامج بس نتابعه مرة منصير مدمنين على المتابعة، بس نبلش الحلقة نبقى عم نسمع للآخر. هلا بدك تحكي لي عن الإدمان شيف سهى، يعني أنا وصلت على سابع سما مثل غنية هشام الحاج امبارح. أحلى كير باكج وصلتني، جاتو على أورانج وحليب وشوكولا ولا أطيب، ورسالة خطية من ست بموت فيها حبيبتي شيف سهى. ثانك يو. شو هالشغل الطيب هيدا؟ يعني اكيد هيدا سامبل بس، هيدا سامبل وبس. يا رب تنجينا من الاعظم، ما هيك؟ والاتي اعظم. خي 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 شيف سهى، بدي اشكرك على الهوا مباشرة انك رجعتي تتكوني ضيفتي وبعتيلي هالكيك والكعك بحليب الطيبين كتير. الشوكولا مش شغلك بس البقية كانوا شغل ايديك ودقتون دقت تيناتهم اليوم الصبح مع القهوة، واليوم بعد الظهر بعد الغداء يعني عملت ديسير مع الكيك اورنج كيك. ولا اطيب ولا يسلموا هدية شيف سهى. صحتين ام جلاد عجبوك، وكل عيد وانت بألف خير وهابي ايستر. وانا مثل ما دايما بقول العيد ما بيكتمل من دون كعك العيد، هيدا كعك التراث القديم، كعك اجدادنا ولازم نحافظ عليه. بس خبرت اصدقاء بالاذاعه انه وصلتني العلبه منك، صار عندي تهديدات، صار في ناس عم بيقولوا بدك تشاركنا بكعك بحليب، بدك تشاركنا بكل شيء. يعني نسوان عم بيهددوني يا ست سهى، شو بدي اعمل؟ وين بدي اتخبى؟ عم خاف. ليك تاني مرة فإذا ما منخبر حدا، منخليها سرية القصة. بس كيف بدي خليها سرية؟ قدي عم بنبسط من الأكلات الطيبة منك دغري. بدون يشاركوني. قال يا عمي أنا ما تجوزت ما شارك حدا بشي، شو خصكن يا عمي في يتركوني؟ sharing is caring. طيب لعيونك كرمالك بس ست سهى، I'm gonna share this time. ست سهى انت اليوم ضيفتنا تنحكي عن مواضيع اكتر، لانه صار عنا اسئلة اكتر تنطرحون عليك، وبدنا نحكي كمان عن العيد، لانه كيف ثاقبت انه هالشهر شهر نيسان عنا رمضان يلي بلش قبل كم يوم نهار السبت، وبدو يكمل كل شهر نيسان، وكمان عنا عيد الشعنين نهار الاحد، والأحد الجاي عندنا عيد الشعنينة وعيد الفصح عند الشعنينة عند الروم وعيد الفصح عند البقية، وبعدين الأحد اللي بعده كمان عيد الفصح عند الروم، والأحد اللي بعده منكون قربنا على عيد الفطر. يعني كل أعياد بأعياد، والأعياد شو بيعملوا الستات أكتر شيء؟ أكتر شيء بيقعدوا بالمطبخ. ومين أكتر شيء بيساعدهم بالمطبخ؟ شيف سهى. قبل ما نقول أي شيء عن الأكل، بدي عايد كل الناس اللي عم يسمعونا، المسيحيين والمسلمين، وشو هالنعمة اللي ربنا عطانا إياها الشهر، إنه كل الناس عم بتصوم ورح تعيد تقريباً بنفس الشهر. هيدي رسالة من ربنا وعبرة لمن يعتبر، ونحن دايماً بنشكر الله على كل نعمة وعلى كل بركة عم بيقدم لنا إياها. نشكره على محبة الناس، بنشكره لأنه في سقف فوق راسنا ولأنه في أكل على طاولتنا. أكتر من هيك ما بنطلب من ربنا، وإذا هو بده يعطينا شيء زيادة هيدا بيكون نعمة من عنده. يعني الإنسان لازم دايماً يقتنع باللي الله بيعطيه إياه. وأنا بقول إذا عنا سقف فوق راسنا وأكل على طاولتنا نحن أغنى الأغنياء. يسلم تمك ست سهى. يعني أنا كمان عم بقول بنفس الوقت، إذا الله عم يجمع الأعياد لكل الأديان بفرد وقت، مين نحن
هالشعب يلي بيتابع الله انه ما نتفق مع بعض. اهم شيء انه كلنا نتفق مع بعض ونحب بعض، لانه كلنا اولاد الله باخر المطاف. هيدا الشيء اكيد نحن كلنا كناس عاديين ما عندنا اي مشكله، بس على الله الايادي الكبيره تشيل ايدها عننا ونحن بالخير. بدنا نحكي سياسه ستسوها ولا بدنا لا طب... لا وطنية. طيب هلا ستسوها بدنا نحكي عن حكينا اول مره وقت اللي كنت معي بالحلقه، حكينا عن الاكل الفيجن يلي اكتريت المسيحيه بياكلوه خلال فتره الصيام، او يلي بيسموه بلبنان الاكل القاطع. حكينا عن هالاكلات، بس هلا لانه مقربين على العيد بدنا كعك العيد. أنا دقت الكعك بحليب، كم نوع كعك بحضروا لكعك العيد؟ خبرينا. ليك بلبنان بدك تقول إنه كل منطقة بتتميز بوصفة مختلفة من الكعك، الكل بيقول كعك بحليب، بس في اختلاف، كل منطقة عندها وصفة مختلفة، في وصفات طحين بس، في وصفات بيخلطوا بين الطحين العادي وطحين الفرخة، والمواد المشتركة بكل الوصفات هي طحين، سكر، بهارات وزبدة. ناس بيخلطوا بين الزبدة والسمنة، ناس بيخلطوا زبدة مع زيت نباتي. الزبدة والسمنة بيعطوا طعم طيب للكعك، والزيت بيعطي الطراوة. يعني صرنا مؤخرا في السنوات الأخيرة عم نخلط بين المكونين حتى الكعك يبقى طري لفترة طويلة، مش انه اول نهار نخبزه يكون طري وطيب وتاني يوم يقسى وما يعود مرغوب. فهيدي الخلطة اغلب الناس طيبين عم يعتمدوها حتى الطعم تكون طيبة والكعك يكون طري. قديما كانوا بس بالسمن، يعني يخلطوا طحين والمكونات مع السمن. تعرف كانت من زمان الناس كلها تعمل السمن بالبيت أو يشتروا السمن من عند الجيران، والناس اللي بتحضر السمن نظرا لأنه كانوا كلهم يربوا مواشي، فالسمن البلدي كان موجود بكل بيت وضروري يعني للمونة. أغلب الوصفات الحلويات كانت بالسمنة. مع تقدم الوقت صارت الناس عم بتغير شوي. أنا بطريقتي خلطت بين الزبدة والزيت، ولقيت انه النتيجه كتير طلعت منيحه، الكعك كتير طيب وخفيف وهش، خصوصا انه وقت بناكل من فحنه مهما كان قديم صار له 4-5 أيام مخبوز، وقت منسخن الكعك كانه بهاللحظه طالع من الفرن. وصرت عم بعتمدها، واغلب اللي بعرفهم صاروا هيك عم بيعملوا الكعك، نص زيت ونص زبده. وخاصة وقت بعتيلي الكعك حطيتيلي directions انه لازم سخنها بالتوستر تتكون سخنة وجاهزة للأكل، وانا عم بعملها بهالطريقة مثل ما خبرتيني وعلمتيني، وعم تطلع ولا اطيب من هيك. بتحس انك كل لحظة عم تاكل الكعك انه هلأ مخبوزي وطالع من الفرن كرمال هيك. يعني بس الشغلة الناقصة انه شوفك ست سهى انت عم تعطيني الكعك طالعينه من الفرن عم تعطيني اياه. اكيد هالشيء رح يحصل يوما ما، بس ما بنعرف انت. ان شاء الله قريبا، ما بتعرف شو ان شاء الله. ست سهى انت حكيت عن شغله كثير مهمه، انه يعني بتخلطي الزبده مع الزيت تتعملي الكعكه وتعطيها هالنكهه الطيبه وهالطراوه اللي عندها اياها، وكل هال تبقى تخلي طعمتها معها يعني الكونسستنسي. وانا شخصيا بعرف انه انت مثل العالم يلي بيقعد باللابوراتوار وبيعمل تحليلات وبيعمل تجارب قبل ما تعطي الوصفه للمستمعين او للمشاهدين عندك على اليوتيوب. يعني عاده كم مره بتعمل الوصفه قبل ما تنزل على اليوتيوب؟ والله في وصفات يعني بتنعمل بوقت سريع، وفي وصفات بتاخذ معي وقت. المهم انه النهار اللي بتعجبني الوصفة وأنا بكون حبتها ومقتنعة فيها بقول خلاص صار فيني صورها. هلأ الكعك أنا عملت فيديو لإله ببداية سهى الزشت، يعني من 3 سنين بالبدايات. أنا وقت بلشت كان وقتها أيام الصوم الكبير وكنا قادمين على الأعياد، عملت الكعك والمعمول، كنت مبلش جديد بعدني، وفعلا إنه الفيديو أخذ كتير فيوز، وكتار من اللي عم بتابعوني عملوا الكعك والمعمول بالطريقة اللي أنا عملتها من 2 سنين ومن 3 سنين.
هلا السنة تقريبا شيء بسيط التغيير كان، حبيت انه نزل فيديو جديد للكعك، صرت بحس انه عندي خبرة اكثر بتقديم الفيديو، كان بشكل متسلسل وما فيه اي تطويل، وكل الخطوات وراء بعضها. يعني اذا حدا يمكن عمره 12 سنة وتفرج على الفيديو وقرر يعمل الكعك رح يقدر يعمل الوصفة بتنجح معه 100%. فما بيعني انه اذا عملنا فيديو من كذا سنة ما عاد رح نعمل شيء تاني، كل شيء عم يتطور بالحياة، ويمكن شغلة بسيطة زيدها او نقصها بالوصفة بتحسن من الوصفة او بتسهل من طريقتها وبتكون اوضح للناس اللي عم بيتابعوا. اكيد ما رح اتأخر ورح اعمل هالشي. هلأ السنة كنت كمان مفكرة انه اعمل فيديو جديد للمعمول، علما انه عندي فيديو صار عليه مشاهدات عالية، بس اجلت هالسنة الجاية، ما لحقت السنة. اشتغلت بفيديو الكعك اسبوع كامل، تصور انه صار لي اكتر من 30 سنة بعمل الكعك، وعملت فيديو الكعك من 3 سنين، وهيدا الفيديو اللي نزلته هلأ اشتغلت فيه اسبوع كامل. ما بدي انه الفيديو يكون مجرد نعبي فراغ، الفيديو لازم الكل يستفيد منه، وكل فيديو يكون اسهل من اللي قبل، كل شخص يشوف الوصفة يقدر يطبقها وتنجح 100%. انا بلاحظ انه بالفيديوهات اللي بتقدميهم كل المقاييس مقدمة بطريقة كتير علمية، وعندي كل ميثودولوجي. يعني اذا اخذنا الفيديو والوصفة وتابعناها يعني كلمة ورا كلمة وكل خطوة ورا خطوة نوصل للأكل الطيب كتير. وهيدي الشهادة سمعتها من كتير مستمعات كانوا عم بيقولوا انه مثلا كانوا عم بيحضروا شغلة وما كانت تطلع منيح معهم، اول ما جربوا وصفتي طلعت احسن. في ناس حتى قالوا انه بعد ما عملوا المجدرة بطريقة التقديم اللي انت بتعمليها حتى جوزوا انتبه انه الأكل صارت أطيب، وسألوها من وين علمتها الطبخ. هيدي من عند ماجي مش من عندي، هيدي ماجي عملتها صارت فيها هيك. من إلا هلولا ماجي وأم جلاد عجبتك المجدرة. أهم شيء عجبت آرا، مش بس ماجي، جوزة اللي مبسطة. أكيد. ستسا أنت شو المصاعب يلي بتلاقيها تتحضري الوصفة وتقدميها بهالطريقة الحلوة، لأنه بتعملي عدة تجارب قلتي، شو هن المصاعب اللي عندك إياها عادة؟ هلا الوصفة إجمالا وقت بحضرها، بما أني عايشة بأمريكا وكل المكونات متوفرة هون، والمكونات يعني عندها جودة عالية للحقيقة، فشخصيا ما بواجه أنا صعوبات بتحضير الوصفة. بس بالوقت الحاضر بهالسنوات الأخيرة صرت إذا بدي حضر وصفة دايما أفكر إنه أول شيء بالدرجة الأولى اللبنانيين اللي عايشين بلبنان يقدروا يطبقوا الوصفة ويقدروا يشتروا المكونات. يعني هالظروف الصعبة اللي عم بيعيشها لبنان، هالحالة الاقتصادية الضيقة اللي هي على كل الناس واللي فعلا محزنتنا كتير، بتخليني عد للعشرة قبل ما حضر الوصفة وقدمها. لهالسبب يمكن السنة ما فكرت حتى اني حضر فيديو جديد للمعمول، لانه اعتبرت انه مواد المعمول مكلفة جدا على اللبنانيين، فقلت بما انه عندي فيديو قديم والكل اتبعوه واشتغلوا عليه وعجبتهم الوصفة خليني اكتفي بوقت الحاضر فيه. اخترت اني اعمل الكعك لانه الكعك لقيت انه مكوناته منها مكلفة كتير، مواده متوفرة لكل الناس. لهالسبب اشتغلت على فيديو الكعك وقدمته بطريقة كتير سهلة وبخطوات كل الناس تقدر تحضرها، عوض عن انه حضر المعمول. للأسف الشديد يعني وصلنا لهون، صرنا اذا بدنا نطبخ بدنا نعد للعشرة، وكتير بهمني انه اللبنانيين اللي عايشين بلبنان يقدروا يطبقوا الوصفة، علما انه انا كل الناس عم بيشوفوني، يعني مش بس اللبنانيين، كل الشعوب العربية عم بتشوفني من وين ما كان، من بلاد الاغتراب خصوصا، وكل الناس عندهم كل شيء بكندا باستراليا بامريكا باوروبا، كل شيء متوفر لإلهم. بس انا بفضل انه اي وصفة بعملها قول انه اللبنانيين اللي عايشين بلبنان يقدروا يحضروها. لبنان عطول بقلبنا وبفكرنا ومنفكر فيهم بلبنان. يعني هلأ الوصفات الجديدة اللي عم بتقدميها ما فيهم سنوبر أبداً؟
ما بنسترجي هلا نستعمل الصنوبر. انا عندي بالفريزر بضلني يعني محصنه نفسي، كنت كل ما اروح على لبنان وارجع اخذ مره من شيء 4 سنين جبت معي شيء 3 كيلو وبعد عندي منهم بالفريزر عم بستعمل منهم هلا يخلصوا الله بيخرجها منكون رحنا على لبنان مره ثانيه ان شاء الله. كنت بوقتها بس روح على لبنان كل الاصحاب والقرايب اللي يحبوا يهدوني شيء يشتروا لي سنوبر، يقولوا لي هيدا السنوبر البلدي ما في منه بامريكا. فعن جد انه كنت باي مشوار ارجع فيه من لبنان ما يكون معي اقل من 3 كيلو سنوبر. كنت كل 3 سنين بس مره اروح على لبنان، فأقول أنا كل سنة كيلو. كل سنة يعني 3 كيلو. بس عنا سنوبر هون بكاليفورنيا، من ليه سنوبر؟ في سنوبر الصيني. أنا ما بستعمله، أنا ما بستعمله، ما بحب طعمته وما في مجال للمقارنة بين السنوبر اللبناني وأي نوع تاني. يعني حتى أني ما بدوقه، شايف ما بعرف طعمته شو هي، هالقد متعصبة للسنوبر اللبناني. آه يا لبنانية يا ست سهى. كتار بيقولوا لي طب ليش انه بتستنزي تروحي على لبنان تجيب السنوبر او ما مليان هون؟ ما اكيد مش طيب، يعني شو نحن عم نطبخ يعني تنعبي بطننا ولا تناكل لقمه شهيه وطيبه؟ الاثنين. انا بفضل ابقى جوعانه كل النهار وما اكل شيء مش طيب. مزبوط معك حق، بناكل تنستمتع، يعني كثير مهم هالشيء بالنسبه لي. انا هيك ما بحب استعمل الا يعني توب كواليتي بالمكونات، المكونات الجيدة، يعني ما بستعمل شيء لأنه رخيص. ونشكر الله إنه هون عايشين نحن ببلد متوفر فيه كل شيء وقادرين نشتري كل شيء، بس يعني كل شخص حسب مقدوره وحسب شو متوفر لإله بده يشتغل. عشان هيك مرات كتير بعطي خيارات تانية بالفيديو، يعني ما بقول بستعمل هالشي وممنوع استعمل شيء تاني. كلمة ممنوع أنا ما بستعملها بحديثي. إذا بقول حطيت زيت وسمنة بقولهم يمكن أنتوا تحبوا تستعملوا سمنة بس أو زيت بس، أكيد بتقدروا. أنا بحب أخلط بين الطعمتين، بحب أخذ النكهة من السمنة ومن زيت الزيتون. في خيارات كتيرة بالأكل. إذا أنا استعملت بندورة طازة، نص بندورة طازة ونص صوص البندورة، في ناس يمكن يحبوا يستعملوا نوع واحد كمان بتطلع طيب الأكل، منا مشكلة. يعني في بدائل دايما، بس مثل ما منقول الأصيل أفضل من البديل. دايما بختار المكونات المنيحة لأي وصفة بستعملها، يعني top quality بالingredients. أنا هيك عدليتي. ست سهى، في ناس كتير بياخدوا وصفة من صديقتهم أو حدا بيعرفوها، بيروحوا على البيت بيغيروا كل شي فيها وبعدين بيعيطوا بيتخانقوا معها إنه وصفتك ما مشيت معي. صحيح. هيدا عطول بيصير معي أنا. يعني أنا إجمالاً اللي عم بيتابعوني عم بيطبقوا الوصفات مثل ما هي، بس في بعض الناس بتلاقي عندهم هواية، إذا بيشوفوا أي أكلة قبل ما يجربوها بيبعتوا السؤال، فينا نستبدل الحليب باللبن، فينا نستبدل الزيت بالسمنة، فينا نستبدل الزبدة بالزيت. طيب بالبداية بدنا نجرب الوصفة، إذا الوصفة ما عجبتنا وما اقتنعنا فيها حابين نغير منغير. يعني أنا صعب كتير علي إنه كل وصفة أعملها بمليون طريقة قبل ما أقدمها، مستحيل هالشي. وقت أنا بشتغل أسبوع وأسبوعين على الوصفة على أساس الزبدة أو على أساس الزيت وركزتها على هالمكون، يعني كمان رحمة فيي إنه ما فيني أجرب كل المكونات لأي وصفة، يعني بقعد سنة فإذا بجرب بكل وصفة. مدام أنا عم بقدم وصفة ناجحة ووصفة أنتوا صرتوا عارفين أنها رح تنجح معكم، عندكم ثقة فيي، جربتوا كتير من وصفاتي، رجاء جربوها مثل ما هي أول مرة، وإذا تاني مرة حبيتوا تغيروا ساعتها بتغيروا. حتى أنا شخصيا هيك بعمل، إذا بتابع حدا من هالشفية المشهورين الأمريكان أو العرب، إذا في وصفة حابة جربها من عندهم جربها بالأول مثل ما هي، وبعدين بس دوقها، إذا حاب يغير بشي بغير. ودايما بقول للناس رجاء جربوا الوصفة بالأول مثل ما هي، حتى بعياراتها بالكمية. يعني هلأ أنا نص كيلو طحين عملت بالكعك،
ما تعملوا كيلو أول مرة، اعملوا نص كيلو. التجربة ضرورية، مهما كان الإنسان راسه بالسماء لازم يعمل تجربة بالأول ويتركها مثل ما هي، بس يدوقها. إذا حب يغير تاني مرة بغير. هيدي يعني بتمنى على الكل يتبعوها. ست سهى، حكيتي عن شغلة كتير مهمة وبدي أوصل لها هلأ، عن الأدوات يلي بتستعمليهم بالمطبخ، لأنه من تنقول من فرن لفرن بتفرق، ويمكن المقاييس أو طريقة التحضير بتتغير شوي. بس قبل ما نروح لهونيك بدي أسألك، أنت بس تروحي على مطعم تنقول عربي أو لبناني ويقدموا أكل هونيك، دخلك أنت كمان بتقولي مثل كل هالنسوان لازم تدوقوا يلي عم تاكليه، تنقول تبولتي او تاكلو دوق فتوشتي اطيب من هون بكتير، بتقوليها هاي مثل كل النسوان؟ ولا في مره بالعالم خصوصا اللبنانيه غير بتقلك تبولتي اطيب تبولي وفتوشي اطيب فتوش. هيدي سيمفونيه بدك تسمعها من كل مره. لا محال. شايف شو انا ما بقول هيك، انا بقول تبولي اللي انا بعملها بتعجبني الي، لكن ما بتعجبك إلك. يعني في ناس بيحبوها حامضة، في ناس بيحبوها برغل زايد، برغل ناقص، حتى في ناس مش عم بيحطوا برغل بالمرة. في ناس البندورة بيحبوها ظاهرة، بصل أخضر نص بنص مع بصل يابس. في ناس بيقلك لا أنا بحط بس بصل عادي. في ناس بيقولوا نحنا ما بنحبها إلا بالبصل الأخضر. كله طيب وكله ناجح، انت ذوقك شو بيطلب اطبخ وآكل. مثل ما بيقول المثل، كول على ذوقك والبوس على ذوق الناس. مزبوط هالحكي. هلا اليوم عم بيلبسوا على ذوق هون وعم بياكلوا على ذوقهم، ما حدا عم بيلبس على ذوق حدا ولا حدا عم بياكل على ذوق حدا. هلا تنرجع لموضوع الطبخ قبل ما ننهي اللقاء لليوم، ست سهى شو الادوات اللي بتستعمليها انت عاده بالطبخ بالبيت؟ لانه انا وقت شفت الفيديو كل شيء يعني عادي، ما في شيء هيك اكسترا اوردينار يعني العالم ما عندهم اياها بالبيت. أكيد. طيب إذا أنا بجيب أحدث المواد، أحدث الأدوات الغالية اللي بيستعملوها بأهم المطاعم، طيب ليش الناس اللي عم يتفرجوا علي رح تكون عندهم هالأدوات؟ لا، بس أنا عندي الأدوات اللي هي سهل إنه نستعملها وسهل إنها تتواجد بكل المحلات ومرتبة وأحجامها بالأحجام اللي بحتاجها. وأهم أداة المفروض تكون موجودة بالمطبخ هو الميزان. الميزان مش لازم حدا يستغني عنه بالمطبخ. وبعدين أكواب وملاعق العيارات، هودي الأشياء ما في مطبخ لازم يكون خالي منهم. حتى لو أنت كنت شاطرة أو أنت كنت شاطر وبتعمل الأكل نظريا، ما في محال إلا نحن رح نحتاج الميزان. والأكل اللي بنستعمل فيها العيارات نفسها كل مرة كل مرة بتطلع ناجحة من اليوم لآخر العمر. ما حدا بعيلتنا رح يقول هالمرة كتير كانت طيبة، تعرفي مرة الماضي كانت أطيب هالأكلة. هيدي الأغنية اللي دايما بنسمعها بالعائلات وبالبيوت بتزعج ست البيت. يعني ست البيت بتزعج وقت تكون مشتغلة كل نهار بطبختها وحدا بيقلها مرة الماضي كانت أطيب هالأكلة. شايفة بتنقهر بتزعل. فحتى هالشي ما حدا يسمعه، اعتمدوا على الوصفة بعياراتها كل مرة مثل ما هي من دون أي تغيير، بترتاحوا وبتريح 100%. شيف سهى، بانتظار أنه يكون عندك برنامجك الخاص عبر إذاعة جبل لبنان، أنا كل 3 أسابيع لشهر رح أرجع أستضيفك بصدى الاغتراب، لأنه أنا بحب كتير أحكي معك وأسمع منك وأتعلم منك. شو قولك؟ والله أنا حاضرة لكل خدمة لإلك ولإذاعتك وللناس اللي عم بيتابعونا. أنت بتفصل وبتخيط ونحن منلبس. يا عمي شو هالست الأنواع يا عمي، مش معقول نية جوزك فيك عن جد. ست سهى، في شي غنية بقدر أقدم لك إياها اليوم بختام لقائنا؟ هلا في غنية، ما بعرف عندك أغاني للست جوليا بطرس؟ أكيد. هلا قبل خلص يعني هلا فينا نختم صرنا؟ إيه، لأنه عندي لقاء تاني بعد 5 دقايق. أنا بدي أتشكرك كتير على استضافتك وبشكر إذاعة جبل لبنان وكل القيمين عليها والعاملين فيها،
وبشكر كل الناس اللي عم يسمعونا واللي عم بيتابعوني وعم بيتابعوا وصفاتي، وبتمنى يشتركوا بقناة سوهز ديشز على يوتيوب ويتابعوني على فيسبوك وإنستغرام. وأنا في غنية بحب أهديك إياها لإلك شخصيا، هي اسمها أشرف إنسان لجوليا بطرس. أشرف إنسان، إن شاء الله يكون عندي إياها. هلا هون المشكله، علقتيني ما عندي اياها. من وين بدي اغني؟ مطلعها بيقول انت احسن الطف انظف اشرف انسان بلاقيك، اشرف صديق بلاقيك يا باتشي. حتى لو ما كانت عندك الاغنيه، انا بيهمني انه وصل لك الرساله انه انت من اشرف الاصدقاء اللي انا بحبهم وبحترمهم. وبقول للناس ألف تحية لإلكم من سوهز ديشز من سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بحبكم كتير، وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله مع فاتشي ومع فيديوهات جديدة على قناة سوهز ديشز. ولبقية الناس بنقول لهم لا بأحلامكم ولا شيء رح تشوفوا سوها، أنا بس بدي أشوف الأسد سوها وروح أكل من دياتها. ونسمع جوليا بطرس صحة وألف صحة، ونسمع جوليا بطرس بغنية لا بأحلامك. سوري لأنه ما عندي غنية تانية. أوكي، مهم وصلت الرسالة. أنا حبيت أقول لك أنه أنت أشرف صديق. تسلمي تسلمي، وعن جد عن جد أنا مبسوط أنه كتير تعرفت عليك ست سوها، وبحبك من كل قلبي. بشكرك من كل، وأنا فخورة كمان أني تعرفت عليك وكنت معك بهالمقابلة الحلوة. Thank you. Bye bye.